وانضم إلينا من واشنطن عمر محمد مراسل الغد. عمر أهلا بك، كيف تبدو إذن عمر الصورة عشية التصديق على الانتخابات في الولايات المتحدة؟ أهلا، الآلاف من أنصار دونالد ترامب وصلوا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ الصباح المبكر هذا اليوم، وهم الآن في منطقة تعرف فريدم بلازا أو ساحة الحرية، وأيضا هناك تجمعين آخرين بالقرب من الكونغرس الأمريكي والمحكمة الأمريكية العليا، اعتراضا على استعداد الكونغرس المصادقة على نتيجة الانتخابات يوم غد. لكن في ذات الوقت هم يعني يتحدثون بالكثير من الأشياء السلبية عن الجمهوريين، عن ميتش ماكونيل باعتباره واحد من أعضاء الكونغرس وزعيم الأغلبية الجمهورية الذين خذلوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف المبكر هكذا يرون بالنتيجة، وإن كان الاعتراف متأخر تاريخيا. لكن فيما يتعلق أيضا بنتائج الانتخابات في جورجيا، نحن بانتظار أن ينتهي التصويت الساعة 7 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبعدها يأتي إعلان النتائج تباعا. لكن هنا أود القول أن أنصار ترامب دعوا إلى مناهضة الجمهوريين والوقوف بالضد من الجمهوريين نكاية بما قالوا أنها فعلتهم بالتخلي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا التوقيت. هناك توقعات أن يحقق الديمقراطيون نقاطا إيجابية على الأقل في مقعد واحد بالنسبة للكونغرس، وإن كان مجلس الشيوخ أقصد، وإن كان يعني الديمقراطيون بحاجة لكلا المقعدين، وإلا لن يكون ذو فائدة إلا فائدة رمزية بوجه الجمهوريين. استطلاعات الرأي أشارت إلى تقدم ديمقراطي بنقطتين أمام الجمهوريين، وأن 3 ملايين من الأمريكيين بجورجيا قد صوتوا فعليا بالاقتراع المبكر، 2 مليون بالتصويت الشخصي و1 مليون بالتصويت عبر البريد. الرقم كان تاريخي. هناك من يتحدث أن أو هناك دلائل تتحدث عن تقدم لرافائيل وارنك لحد الآن بالتصويت، لكن لو فاز هذا المرشح عن الحزب الديمقراطي فإنه سيكون أول أمريكي من أصول أفريقية يفوز بالولاية. وأيضا فيما لو فاز جون آسف وهو البالغ من العمر 33 عاما سيكون أول من يفوز من الشباب بهذا العمر بعد 40 عاما. نعم. طيب، هل هناك عمر ما يجب أن نفهمه من هذه الأعداد الكبيرة التي خرجت عشية التصديق على الانتخابات، على نتائج الانتخابات، ربما من أنصار دونالد ترامب؟ أجد أن هناك استعدادا من جمهور ترامب يعني ترشيح ترامب لربما ل 2024 انتخابات 2024، أو حتى لربما قيادة الحزب الجمهوري أو تشكيل حزب لوحده، هكذا تحدث الكثير من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هناك بعض المظاهر السلبية، مشاركة طوائف أو مجاميع عنصرية كبراود بويز التي اعتقل زعيمها أو قائد الجماعة في العاصمة الأمريكية واشنطن على خلفية إحراقه لعلامة بلاك لايز ماتر أو حياة السود مهمة قبل شهر من الآن في بولاية أو مدينة أخرى. النفس العنصري كان باديا هذا اليوم في هذه التظاهرة، لكن التركيز كان على مهاجمة الحزب الجمهوري أكثر من مهاجمة الديمقراطيين، كونهم يعني يقولون هكذا، كونهم خذلوا دونالد ترامب بالاعتراف بالنتيجة أمام فوز جو بايدن. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الغد عمر محمد.